في عام 656 هجرية حاصر المغول بغداد. أكثر من 150 مغولي قذفوا بغداد النضرة بالمنجنيق ودخلوها بالسيوف. كانت الجثث في كل مكان. فاض النهر بالدماء والجثث والكتب. أحيانا كانت صفحة النهر تبدو حمراء من الدماء وتبدو سوداء من حبر الكتب. لحظة تاريخية سقطت فيها بغداد وقتل الخليفة المستعصم. هذه المروية التاريخية ظلت أجيالا وراء أجيال يعاد قراءتها بأشكال مختلفة. مروية فيها الكثير من الدلالات. الدلالات التاريخية والحضارية والثقافية والإنسانية والسياسية. الشاعر الكبير فاروق جويدة أخذ هذه المروية وحولها إلى مسرحية شعرية معتبرة صدرت مؤخرا وكان انطلاقها مع معرض الكتاب الأخير. درة جديدة تضاف إلى عقد من الدرر من مسرحيات شعرية كتبها الشاعر الكبير فاروق جويدة. المسرحية الشعرية القيمة التي صدرت مؤخرا. والقيم أيضا هو حضور شاعر بحجم وقيمة الشاعر الكبير فاروق جويدة لنا في استوديو النهاردة باستعراض هولاكو. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ فاروق. سعداء جدا بوجودك معنا. سعداء جدا بوجود حضرتك معنا. أنا يعني خلوني أرحب بيكوا كمان. عمر. وطبعا الأستاذة منى يعني من الرموز اللي أنا بحترمها وبقدرها وبحبها وتحمل أشياء كثيرة جدا أنا بقدرها. أشكرك. أشكرك. أشكرك يا أستاذ فاروق. الكلام ده يعني لي الكثير. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.